حبيب لمن أحبني. قال الله عز وجل: ما أحبني أحد من خلقي عرفت ذلك من قلبه إلا أحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي. من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي، وآنسوا لي أوانسكم وأسارع إلى محبتكم.